فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا لي أب عادل وأشتغل بطلب العلم وبعض المشاريع الدعوية وأقصر في حق الوالد، فهل أنا معذور بهذا التقصير أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أخي في الله، اتق الله في أبيك، واتق الله في والديك، وابدأ بوالديك، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ثم ثنى ببر الوالدين. اتق الله عز وجل في أبيك عند المشيب والكبر، فارحم ضعفه واجبر كسره وكن إلى جواره والزم قدمه، فإن الجنة ثم. قال سبحانه وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. فاحمد نعمة الله عز وجل عليك إذ متع ناظريك بوجود والديك، واغتنم هذه الفرصة خاصة إذا كان الوالد ضعيفا، فقم على حالته واقضي حوائجه وفرج كربته وكن إلى جواره، فإنه فرض لازم عليك، مقدم على النوافل، مقدم على حلق الذكر، ومقدم على مجالس الصالحين إذا كانت على سبيل النفل ولم تكن واجبة. ولذلك ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه مما افترض عليه. ابدأ بوالديك. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد. يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من أجله ولكي يكون تحت ظله، يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال: يا رسول الله، أقتلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان. قال: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فبر الوالدين فرض لازم ينبغي على المسلم أن يبدأ به قبل النوافل والطاعات. فابدأ بنفسك وبمن تعود، وارحم ضعفه وارحم كبره، كن مع الوالدين، لا تسأم ولا تمل ولا تتعب ولا تضجر، فإنك تخوض في رحمات الله جل جلاله. كل لحظة وأنت في جواره تدخل السرور عليه، تذهب الوحش عنه بأنسك، برؤية وجهك. كم من قلوب للوالدين تتعطش وتتألم ولكن يزول ألمها ويروى دمعها إذا اطلعت ورأت أبناءها وبناتها. فلذلك ارحم ضعف الوالدين والحنان والرحمة التي في قلوبهما. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما احتضر ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. الوالدان فيهما رحمة وفيهما حنان للولد وشوق وحنين، ولو قال لك سافر، ولو قال لك اذهب للدعوة، فينبغي أن تكون أحرص على الخير منه. الولد قد لا يحب أن يزعجك ولا يحب أن يضيق عليك، فيراك تحب السفر يقول لك سافر، تحب أن تكدح وتتاجر وتذهب هنا هناك يقول لك اذهب، ولكن ينبغي أن تكون فطنا لبيبا حكيما أريبا. هذا الوالد في آخر عمره وضعفه ومشيبته وكبره، الدنيا ثانية، الدنيا تدرك، ولكن بر الوالدين ما هي إلا ساعات ولحظات، وقد اختار الله عز وجل والديك، فتعض على أصابع الندم ولا تحين ساعة من دمي. فاتق الله عز وجل في والديك، واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذ متع عينيك برؤية الوالدين. من الليلة لا ينام الإنسان إلا وهو يفكر كيف يبر والديه، وأول الفروض بعد توحيد الله عز وجل بر الوالدين، تكون إلى جوار الوالد، ولو أدى ذلك إلى انقطاعك عن بعض الدروس والوالد في أشد الحاجة تجلس معه، إن كان مريضا تداويه، وإن كان محتاجا إلى معونة تعينه وتساعده. حتى ولو كان الإنسان يجد من والديه الأذية، فإن أفضل البر وأحسنه فإن أفضل البر وأحسنه وأكمله وأجمله إذا كنت تحسن إلى الوالدين ينسيان إليك، وإذا كنت ترحمهما فتجد منهم الفظاظة والغضاضة، ولربما تجد منهما أنهم يكرمان غيرك ويهينانك. فإذا رأيت من الوالدين السباب والشتام والاحتقار، فاعلم إن شاء الله أنها من دلائل القبول، ما دمت أنك لا تتسبب في غضبهما. كأن يكون الوالد لا يحفظ معروفك ولا يشكر إحسانك، فلعل الله بحكمة يريد أن يرفع درجتك ببرك لوالديك. واعلم رحمك الله أنها من فواتح الخير، فكم من علماء وأفاضل وصلحاء بلغوا الخير بفضل الله جل جلاله ثم برضا الوالدين. وأعرف عالما من العلماء الذين بلغوا شأوا عظيما في العلم
كتب ترجمتها بيده يقول: لا أعرف أمرا وفقني الله عز وجل إليه بعد توحيده بلغت به بفضل الله عز وجل هذا العلم بعد فضل الله عز وجل مثل بري لوالدي، فقد توفي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعمل. إذا وفقك الله لبر الوالدين فكسبت منهم الدعوات الصالحة وخذ في رحمات الله سبحانه وتعالى، تخرج من والدك والكف ترفع إلى الله أن الله يسعدك، أن الله يوفقك، أن الله يكون لك، فأبشر بكل خير في دينك ودنياك وآخرتك. فالإنسان لا يشتغل بالنوافل ويترك الفرائض. كثير من طلاب بعض من طلاب العلم يجد السعانة ويجد الضيق ويجد الملل ولا يدري من أين جاءه هذا الهم والغم والنصب والتعب، وقد يكون أبا قد عقه، قد يعق الإنسان والده بكلمة واحدة فتغيب عليه شمس ذلك اليوم وهو من العاقين والعياذ بالله. يحتاج والده إلى حاجة فيأتيك والدك الذي طالما سهر عليك وتعب عليك يبتليه الله سبحانه وتعالى بالحاجة لك. والله إن الإنسان لا يكاد يذوب خجلا حينما ينظر إلى ولده يسأله حاجة. لو أن القلوب حية والضمائر والنفوس حية لكان الإنسان يذوب خجلا أن والده يسأله. المفروض أنك لا تنتظر من الوالد أن يسألك، ولا تنتظر من الوالد أن يعرض حاجته عليك، أنت الذي تلبي حاجته وأنت الذي تفرج بإذن الله كربته وتسعى لتحقيق مصالحه وإدخال السرور عليه وبذل كل ما تستطيع من الخير قبل الجلسات وقبل الأصدقاء والأصحاب والأحباب. بر الوالدين، الواحد منا يجلس مع أصحابه وأحبابه ساعات متأخرة من الليل لا يسأل ولا يمل ولا يضجر وقد يكون في فضول من أحده، ولكن بمجرد أن يجلس مع أبيه لحظة واحدة يتذمر، وتجده سبحان الله يدخل عليه رجلا من أهل الدنيا ربما لم يره، فتجده يقوم من مكتبه يقضي حوائجه ويفرج كربته، فإذا قال له الرجل: ما هذا، أشكرك على ما قدمت، يقول: هذا واجب. وإذا جاء عند والدي في أبسط حاجة أو أقل معروف أعرض عنه، ولربما جاء وقضى الحاجة بتذمر حتى إن الوالد يكره هذه الحاجة مما يرى من السآمة والملل من ابنه. فالله الله في هذه القلوب الضعيفة، ارحموا ضعف الوالدين. ودائما أيها الأحبة ينبغي على الخطباء وطلاب العلم دائما أن يذكر بعضهم بعضا ببر الوالدين. هذه فواتح رحمة، هذه من الأمور التي كان العلماء رحمهم الله يتفقدون فيها حتى طلابهم، لا يمر فترة إلا وهم يذكرون. عهدت بعض المشايخ رحمة الله عليهم ما كان يجلس معه طلابه كل بعد فترة إلا وهو يتفقدهم ببر الوالدين، يتفقدهم في أمرين يقول لا أسأل منهم: الإخلاص وبر الوالدين. تجده دائما وهو يقرأ طلابه ويذكرهم بهذا. كذلك الناس، إن كنت في حيك، إن كنت في مسجدك، ذكرت فضل الوالدين وأشدت بهما، لأن الناس تناسب، وكلما طال العهد عن النبوة كلما كان الناس في فتنة ومحنة وغربة عن الدين. أصبح اليوم قضاء حوائج الوالدين من الضيق والسآمة والملل، حتى إن كثير من الآباء يضجرون، تجد الأب تقضى حاجته لكن تقضى بدون رغبة. خرج ذات مرة رجل من الأخيار وكان من خيار طلاب العلم والدعاة، اتصل علي ذات يوم وقال لي: إني أريد أن أخرج إلى كذا وهي قربة من أجل القربات. قلت له: يا أخي، والدك موجودان؟ قال: الوالد موجود. قلت: هل أذن لك في الخروج؟ قال: أذن لي. قلت: لو كنت تريد مني الرأي فأنا أنصحك أن تبقى عند والدك. قال: لماذا؟ قلت: والدك كبير، حتى لو أذن لك المفروض أن تستحي من الله عز وجل أن تتركه على ضعف وخور في هذا العمر وتخرج تتمثل بالطاعات. فقال: أنا واثق أنه راض. قل له: تأكد والله ثلاث مرات وأنا أراجع، ولكن يأبى الله عز وجل، وأرجو أن الرجل كان فيه من الخير والصلاح أحسبه ولا أزكيه على الله، فيشاء الله عز وجل أنه يقدم على ما هو يعني طالبه من الخير. فخرج، فلما خرج وسافر بمجرد أن بعد عن المدينة التي هو فيها مسافة، تذكر شيئا في البيت أنه لم يأخذه معه وكان من لوازم السفر. قال: فرجعت، فلما رجعت وجدت الوالد في حاله من البكاء والحزن والهم والغم ما الله به يعني. قال: فلما رأيت الوالد يعني ذهلت حتى عن الشيء الذي أنا أتيت من أجله. قلت: ما هذا يا والد؟ قال: يا بني، ماذا أفعل؟ رأيتك تحب هذا الشيء ولا أحب أنا معك أما تريد، أما لو كان باختياري وهواي ما أريدك أن تفارقني. قال: والله ما تملكت إلا أن قبلت قدمه وجلست أبكي عنده. الوالدان فيهما رحمة، ما يستطيع الوالد إذا رأك تريد شيئا يصدك عنه، والوالدة أرحم من الوالد. ما يغتر الشاب بكون الوالد يقول اذهب، إذا قال اذهب قل لا لا أذهب، بل أجلس عند قدمك وأقضي حوائجك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فإن الجنة ثم. الوالدان يحتاجان إلى وفاء، إلى رد الجميل، إلى الإحسان،
مهما كان، لو حتى أن الوالد يقول لك إذا بلا طلب العلم فتذهب إلى طلب العلم، ولكن بقدر تجعل حاجته بين عينيك، ولا تنتظر منه. إذا كنت تريد الرحمة والرضوان والتوفيق من الله وسعادة الدنيا والآخر، فلا تنتظر من والدك يوم من الأيام أن يطلب منك شيئا. أنت الذي تقضي حوائجه، وأنت الذي تبادره وتسبقه إلى حوائجه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكرمنا بالبر وأن يجعلنا من أهله، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المجلس المبارك أن يسبغ شعابيب الرحمات على من كان منهم من الأموات من الآباء والأمهات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اسبغ عليهم شعابيب الرحمات واجعلهم عندك في نعيم الجنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.